ذهبت دولة أصحاب البدع ورها حبلهم ثم انقطع وتداعى بانصرام جمعهم جمع إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع مثل يحيى شيخ دعوة الذي ناصر الحق وبالحق صدع أو وصاب الفقه أعني زايدا مفتي الأقوام بالعلم ارتفع. هل لهم في العلم والحلم معا كابن عثمان وما قط خنع. هل لهم كالزعكري حبر إذا قارع القراء بالحق قرع أو جميل الاسم والطبع كذا ذاكم الصلوي بالنور سطع أو أبو عمار ياسر له في فنون العلم شتى متسع. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I don't know what your position on Sheikh Uzair Shams is, rahimahullah. He's passed away, he's answered to Allah. And he made a lot of khidmah, juhud, to this ummah by taking out the works of Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah. I don't know what your position is, but if you think Uzair Shams is a deviant, as he has been mentioned in that document, then you need to rip up that tazkiyah that was given to you. At least Uzair Shams in his life didn't make statements like this man needs to be urinated upon, which I didn't find any of the Salaf ever mentioned anything like this. جمع إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من إمام أو فقيه يتبع مثل يحيى شيخ دعوة الذي ناصر الحق وبالحق صدع أو وصاب الفقه أعني زايدا مفتي الأقوام بالعلم ارتفع. هل لهم في العلم والحلم معا كابن عثمان وما قط خنع. هل لهم كالزعكري حبر إذا قارع القراء بالحق قرع أو جميل الاسم والطبع كذا ذاكم الصلوي بالنور سطع أو أبو عمار ياسر له في فنون العلم شتى متسع أو سلوهم أن لهم بحر كما خالد الواقف في وجه البدع أو فتى التصنيف والتحقيق مع ضبطه الإسناد ضبطا قد نصع طيب الأخلاق قل عبد الكريم قد سقاه الله من نبع النبع أم لهم مثل الحطيبي الذي ناصر السنة في كل الجمع أو أبا جمال قل لي هل لهم شبه يا صاح قل لي أو فدع أو رشاد من حمى الله به دينه فافخر به دونك. كما أنه نشر الخطأ فعلي أيضا أن ينشر الصواب، فإن الله افترض هذا في قوله إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. ووجه كتمان العلم هنا أنه لم يقل عن بيان معبر أنه حق، وإنما قال بولوا عليه. أعوذ بالله، والله هذا من الكذب علي يا شيخ محمد، أعيدك بالله من أن تكرر مثل هذا. فلم أقل عن بيان معبر بولوا عليه، أماذا عن بيان معبر بولوا عليه، ولم أقل عن اجتماع معبر بولوا عليه، وإنما لما سمعت منك تلك الكلمة تقول أنا ضدك والمشايخ والطلاب، والله هذا الكلام ثقيل علي، قلت في كلامي بعد أن ذكرت كلاما طيبا قلنا كلامك هذا بل عليه بصيغة الإفراد، أو بل عليه بصيغة كلامك هذا، قلنا بل عليه أنيت بكلامك هذا قولك المضادة، وهذا له أصل من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمر الجاهلية تحت قدمي هذا. لكن لما شعرت أن كلمة بل عليه ربما استغلها أصحاب الحسن، استغلها فلان، وكان بعضهم يقول يعني ماذا يعني بول يحيى كان أبو الإدريسي، الإدريسي استغلها، إدريسي أصحاب الحسن، ويأتي إليه أناس يقول له تبغى شريط بالبول ولا بغير بول؟ نعم قلت هذا صحيح استغلها، ما أحب أن تستغل كلماتي، يعني السعر واحد، السعر واحد يقول له. قلت أنا أتراجع عن هذه الكلمة من جميع أشرطتي، ما أحب أن تستغل هذه الكلمة، وعذفتها، وما يزال كلامي موجود ربما عند الشيخ محمد في شريطه. ولما جاءوا ذكروا هذه الكلمة قلت أنا أقول لكم هذه الكلمة قد رجعت عنها من جميع كتب كلمة بل عليه، حتى لو كان على يهودي ما سأقول بل عليه، وأبين ما عندهم من الشرب غير هذه الكلمة حتى لا يستغلها. فكلمة بولوا على البيان أو بولوا على الاجتماع وما إلى ذلك لا والله،
وإنما على هذه المضادة بالذات بل على هذا الكلام المخالف للحق، فهذا يعتبر من الكذب علي هداك الله. سلامي على دمج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها، رجالا على السن جبالا رواسم تزحزح بإذن الله تبلغ مناويها، لنا الحسنيين اما الشهادة واما النصر يا جنة الفردوس محلى مبانيها، نجرع عدو الله كاس المنايا في جهنم بإذن الله يسكن بواديها، غزيت وجربت منكم سباع الوحش والنسر والغربان نالت أمانها، أتتكم أسود الله في وايله كل القبل شاركت والله ناصر مغازيها ويا رافض. So study with me. They have also always known my position with regards to Masjid Imam Muqbil. I don't speak for them and I don't speak against them. And I say that if they are upon the manhaj of Imam Muqbil, then we have the same manhaj. And if they are not, then Allah knows best. Now it's not about being upon the manhaj of Imam Muqbil, now it's about being upon the manhaj of Shaykh Yahya al-Hajuri. So these are some. Now it's not about being upon the manhaj of Imam Muqbil, now it's about being upon the manhaj of Shaykh Yahya al-Hajuri. Now it's not about being upon the manhaj of Imam Muqbil, now it's about being upon the manhaj of Shaykh Yahya al-Hajuri. Now it's not about being upon the manhaj of Imam Muqbil, now it's about being upon the manhaj of Shaykh Yahya al-Hajuri. بقى في وسط صعده ولا في نواحيها، ولا بد من جمعة نصلي في الهدي ورا الشيخ يحيى نستمع خطبته فيها، ولا بد من جمعة نصلي في الهدي ورا الشيخ يحيى نستمع خطبته فيها، ولا بد من جمعة